الزملاء الأعزاء نواب شعب مصر، بقلوب دامية ونفوس مكلومة تابعنا جميعا ما اقترفه بكل وحشية وهمجية الكيان الإسرائيلي المحتل بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، والذي راح ضحيته عديد من المدنيين الأبرياء ما بين شهيد وجريح. فهذا الكيان الغاصب لم يرتكب جريمة ضد الإنسانية فحسب، بل إنه قتل الإنسانية مع سبق الإصرار والترصد. فما تقوم به القوات الإسرائيلية المتعجرفة من أعمال عدوانية غاشمة تجاه الفلسطينيين العزل وتدمير ممنهج للمنشآت المدنية لا يعد دفاعاً شرعياً. فشتان الفارق بين حق الدفاع الشرعي المكفول بموجب القانون الدولي والعمل العدواني الذي يشكل أخطر أشكال اللجوء غير الشرعي للقوة.